الخطيئة أنك تغرس علم في ملعب أنت ضيف فيه. غير صحيح. توحي للناس بأنه ما أخذ بالله إنه إحنا أخذناه وإنه إحنا دقينا خشومكم وإنه إحنا كلام. حتى بعض الإعلاميين الهلاليين يسوقون له بشكل ممجوج. أنا ما يهمني الحدث كله، ما يهمني. أنا يهمني لما تطلع في الشاشات ونحاول نخفي بعض المظاهر، يجيني إعلامي يجلس معايا في قناة على سنوات طويلة ويمارس علي التقية الزائفة.